معنا عبر الهاتف من الرياض مازن درة، مختص في التجارة الإلكترونية. أهلا بك معنا سيد مازن. يعني سوق التجارة الإلكترونية في دول الخليج وتصاعد التنافسية في التجارة الإلكترونية، كيف يعني تتابعونها أو كيف تقرؤون هذا السوق في دول الخليج خاصة؟ أولا أرحب فيكم المشاهدين الكرام. بالنسبة لسوق التجارة الإلكترونية في المنطقة، كنا تحديدا في منطقة الخليج والمنطقة العربية عموما، سوق واعد جدا. نسبة النمو اللي تعلن عنها تقريبا 40% سنة من سنة، سواء في قطاع التجزئة أو في قطاع المطاعم. اليوم الناس كثير تعتمد على طلبات الطعام عن طريق الجوال، أو حتى قطاع السفر والسياحة اللي يمكن يعتبر أكثر الأسواق نمو نضجا في مجال التجارة الإلكترونية. دخول لاعبين جدد مثل أمازون ودون، وقريبا بعد إي باي في الطريق، سيؤدي بدون شك إلى نضج المستخدم النهائي. يعني تقريبا في الثلاث سنوات الأخيرة صرنا نشوف إعلانات التجارة الإلكترونية في الشوارع العامة، صحيح، في التلفزيونات وغيرها. الناس بدأت تتساءل اليوم إيش هذه المواقع، وبدأت تتحفز أنها تجرب تشتري أونلاين لأن العروض نسعر يعني أقل. سيد مازن، حتى جزئية أنه الشراء الأونلاين والشراء الإلكتروني والمواقع الإلكترونية، يعني أصبحنا نلاحظ بأنه هذا السوق تحديدا له إقبال كبير في دول الخليج. ما السبب وراء ذلك؟ وبالمقابل يعني هذه الرغبة والقدرة الشرائية حتى ربما في دول الخليج، إلى أي مدى هي تزيد من تصاعد هذه التنافسية ما بين هذه المواقع الإلكترونية؟ سؤال ممتاز. اليوم التوجه العالمي كله يتوجه إلى التجارة الإلكترونية، يعني واللي يصير في العالم العربي ليس بمعزل عن اللي قاعد يصير في العالم في بقية أنحاء العالم. لكن بالنسبة للنمو وزيادته في العالم العربي وتحديدا في الخليج قاعد يصير أسرع بشكل كبير من النمو الطبيعي اللي قاعد يصير في دول العالم الأخرى. لماذا؟ الغالب كثير من نسبة استحواذ الناس المواطن أو المقيم في دول مجلس التعاون أو الدول العربية للأجهزة الذكية واللي تتم من خلالها كثير عمليات الشراء اليوم عالي جدا. معظم الأجهزة هذه متصلة بالإنترنت، واليوم سمعنا المؤسسة النقد السعودي على سبيل المثال فعلت دفع عن طريق بطاقات الصراف، فهذا بيفعل بشكل كبير، هي فعل بطاقة الصراف عن طريق الإنترنت، فهذا بيزيد نسبة الدفع الإلكتروني. طيب، في المملكة العربية السعودية نقطة أخرى أستاذ مازن، وهي موضوع الأمن الإلكتروني إذا صح التعبير، أو أنه يعني أنه تكون هناك ثقة ما بين المستخدم وهذه المواقع الإلكترونية، أنه بالفعل إذا قام بشراء هذه المنتجات تصله بشكل يعني سليم، تصله المنتجات الحقيقية أو الفعلية، أو الصدق في التعامل، أو لا أعلم الاسم ربما المصطلح لهذه النقطة بالتحديد، ولكن ما أردت قوله هو أنه الشخص عندما يشتري المنتج أنه يصله نفس المنتج وبنفس الثمن حتى عندما يدفع ببطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر. هذه نقطة مهمة، وكثير من المسوقين يحجم أحيانا الشراء تسبب على تخوفه من شراء من أحد مجهول الشخصية. ميزة المنصات الشهيرة اللي ذكرتيها قبل قليل، سوق وأمازون ونون وإي باي وغيرها من المواقع المشهورة والمنصات المحلية زي زد وغيرها، هذه تضمن للمشتري سلامة المنتج، وهي اللي تكون في المنتصف بين التاجر وبين المشتري النهائي، وهي المسؤولة عن خلينا نقول على سبيل المثال جودة المنتج وسلامته من العيوب أو تسليمه للعميل النهائي. فوجود هالمنصات هذه جدا رائع. احنا دائما ننصح الناس انهم لا يشترون عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي او المنصات الغير موثوقه، لان لا يعرف بالضبط مالك شيء على قولتهم مرجع. فالمواقع الشهيره مثل هذه في الغالب في حال تقدم بطلب كومبلينت او خلينا نقول شكوى، في الغالب ترد لك حقوقك يعني بشكل جيد. شكرا لك على هذه المداخله معنا مازن دراب، المختص في التجاره الالكترونيه، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. شكرا جزيلا.